السلام عليكم اخواني، اهلا وسهلا فيكم. معكم سفير مقصود من فلسطين، من غزه بالضبط. يعني انا هون في المغرب، يعني صار لي تقريبا 7 شهور. دخلت عبر الجزائر المغرب. يعني الطريق كانت فلسطين، مصر، ليبيا، تونس، الجزائر، ثم المغرب. يعني صار لي هون بالمغرب تقريبا 7 شهور هيك، يعني مستقر الحين هون بالدار البيضاء بالبيضه. يعني والله العظيم المغرب بلد حلو ما شاء الله. يعني وبالنسبه للطريق، كيف وصلت للمغرب؟ وصلت يعني الطريق استغرقت يعني تقريبا سنه ونصف علشان بصل هون للمغرب. يعني وكانوا يعني صراحة مصاعب كثيرة ومشاكل كثيرة بالطريق، بس على أيضا الحمد لله يعني كلش على ما يشاء الله إن شاء الله. سبب علشان ببحث عن شغل منيح هون، وكمان الهجرة الأوروبية، يعني لو وجدت طريق الهجرة الأوروبية. بس ظاهر على إنه المغرب منيح معي، يعني عم ببقى هون في المغرب لمدة معينة إن شاء الله. لأنه أمي مريضة هنيك فلسطين، يعني وخرجت بعمري تقريبا 16 سنة ونصف هيك. يعني خرجت لأنه أنا عايز أروح لأوروبا، هيك هي يعني فكرتي، يعني هيك يعني فكرتي وبس، عايز أروح لأوروبا وبس. يعني والله المعيشة على حسب، يعني معيشة حلوة كتير هنيك، يعني ما في ولا مشاكل، يعني الحمد لله كلش تمام. يعني بغزة عم بنتعامل يعني بالشكل الإسرائيلي، قيمته تقريبا 3 دراهم، 2.5 دراهم، وبالضفة الغربية والقدس عم بنتعامل يعني بالدينار الأردني. يعني المعيشة على حسب، يعني والله يعني المعيشة جد عادية يعني هنيك، وكلش تمام الحمد لله. والله يعني العزيمة هي أهم إشي، يعني ما بترموا نفسكم للتهلكة، لأنه الطريق صح صعب كثير خصوصا بليبيا. يعني الشعوب اللي عم بتحبنا كثير، كل الشعوب العربية، كل الوطن العربي صراحة، بس خصوصا الجزائر والمغرب عم بيحبونا كثير. الشعب المغربي والشعب الجزائر عم بيحبوا أهل فلسطين كثير. يعني لو كنا رايحين من هاي الطريق، معاملة عم بتكون حلوة والله ما شاء الله. To get to Europe, that's all. لأنه عم بتكلم إنجليزي منيح. لو روحت لأوروبا عم بشتغل يعني ياما شغلانة هنيك، وشغلتي هي المونتاج والفوتوغراف، يعني منيح بالمونتاج والفوتوغراف. لو روحت لهنيك راح أشتغل إن شاء الله. So that all where I hope.